بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا الدرس الجديد من سلسلة 30 عملا في بيتك في رمضان. طبعا إذا قلنا عنوان الدروس 30 عملا في بيتك في رمضان، فلا ريب بأنها تصلح لرمضان وتصلح لما بعد رمضان. وما رمضان إلا تدريب على الأعمال الصالحات، حتى إذا انتهى شهر رمضان استمر المرء بهذا العمل الصالح ما استطاع لذلك سبيلا. مثل رمضان كمثل دورة تدريبية. أنت لا تعلم باللغة الإنجليزية شيئا مثلا، فخضعت لدورة في اللغة الإنجليزية لمدة 30 يوما بساعات متواصلة، فحصلت يعني مرحلة مقبولة إلى حد ما في الإنجليزية. إذا خرجت من هذه الدورة، من غير المعقول إذا سألناك عما تعلمته أن تقول أنا نسيت كل شيء وتركت كل شيء. المتوقع أنك حملت شيئا من هذه الدورة التدريبية في اللغة الإنجليزية واستمر معك طيلة حياتك، حتى إذا جاء رمضان الثاني ارتفعت درجة، حتى إذا جاء رمضان الثالث ارتفعت درجة، وهكذا لا تزال في قرب دائم إلى ربك، ولا يزال المؤمن في قرب دائم إلى ربه حتى يلقى وجه الله تعالى، فيلقاه يوم يلقاه وهو راض عنه. عنوان درس اليوم في هذه السلسلة رعاية الجار. تعلمون أيها الإخوة أن حسن الصلة بالله وحسن الصلة بالناس هذان هما الإسلام. الإسلام أن تحسن صلتك بالله تعالى وأن تحسن صلتك بالناس. ويدربنا الإسلام على حسن الصلة بالناس بدءا بمن حولنا، فيبدأ بتعليمك بر الوالدين، ثم يطلب إليك أن تحسن إلى إخوانك وأخواتك، إلى زوجتك وأولادك، أرحامك، ثم ينتقل إلى جيرانك، ثم ينتقل إلى أهل بلدك عامة، ثم ينتقل إلى الناس أجمعين، ثم ينتقل إلى سائر المخلوقات في هذه الأرض. وكلما ازداد إحسانك لناس أكثر، فأنت تقترب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الكمال البشري رحمة للعالمين. أنت كلما زدت خيرا وكنت رحمة لناس أكثر في من حولك، هناك تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه خطتك يعني في حياتك، أن يزداد برك ونفعك وخيرك لمن حولك من الناس. الآن بعد أن تتدرب على بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الإخوة والأخوات والحواشي، يدعوك الإسلام يريد أن يدربك على رعاية الجار. فأولى الناس بإحسانك بعد أن أنهيت أرحامك إنما هو جارك. وقد جاءت نصوص كثيرة ستسمعون منها شيئا في هذه الدروس في رعاية الجار. من هو الجار؟ الجار أطلق عليه اللغويون وأطلق عليه أهل التفسير وعلماؤنا مفردات الحقيقة متنوعة. هناك من قال الجار هو وصف على من تلاصق داره دارك، هذا قول. هناك من قال الجار هو من كان بقرب دارك 40 دارا، من أمامها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها. هناك من قال جارك هو كل من سمع النداء معك، يعني مسجد حيكم يؤذن، من الذي سمع أذان مسجد حيكم؟ كل هؤلاء جوار. شايف صرنا أكثر من 40 بجميع الاتجاهات. هناك من قال جارك هو من يحضر في صلاة الفجر معك في المسجد.
هناك من قال، وهو قول قوي ستسمعون دليله بعد حين، أن جارك كل من سكن معك في بلدك في مدينتك هو جارك. إذن كلمة جار كما ترون يعني كلمة متعددة المعاني عند اللغويين وعند العلماء. روي عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن من صلى معك صلاة الصبح فهو جار. سئل الحسن البصري عن الجار قال: 40 دارا أمامه وخلفه ويمينه ويساره. قال الراغب: الجار من يقرب مسكنه من مسكنك. لكن القول الذي يقول إن من هو من أهل مدينتك هو جارك استنبطه صاحبه من القرآن الكريم من الآية 60 في سورة الأحزاب. قال الله تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالله عز وجل قال: ثم لا يجاورونك، يعني لا يجاورونك في المدينة، يعني لا يكونون لك جيرانا فيها. فأطلق الله تعالى على سكان المدينة جيرانا ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. مهما يكن من أمر أيها الإخوة، فالمسلم مطلوب إليه أن يتدرب على توسيع رقعة إحسانه وخيره ما استطاع لذلك سبيلا. والآن يا أخوان، والله كل واحد بيناتنا يراقب نفسه، أنت إحسانك يصل إلى من؟ كم واحد قدمت له خيرا؟ كم واحد استفاد منك؟ كم واحد بذلت له معروفا؟ والله يا أخوان، والله يا أخوات، نحن أصلا لا نفيد شيئا من حياتنا على هذه الأرض بعد الإيمان بالله تعالى إلا بالعمل الصالح، سواء كان فيما بينك وبين ربك أو فيما بينك وبين الناس. ترى نحن غير مستفيدين لشيء. ما معنى أن يطول عمر الإنسان ولا يحصل خيرات إضافية؟ ما معنى أن يطول عمر الإنسان ولا ينشر خيرا أكثر؟ لكن بالمقابل من كان خيره واسعا هنيئا له، ونسأل الله عز وجل أن يطيل عمره مع العافية من أجل أن يزداد خيره، ونسأل الله أن يطيل أعمارنا جميعا وأعماركم جميعا مع العافية ومع الإيمان ومع بر الخلق. فضل الإحسان إلى الجار، جاءت نصوص كثيرة تحض على احترام الجار والإحسان إليه ورعايته. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. إذن الله عز وجل قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إحسانا وبالمساكين إحسانا وبالجار ذي القربى إحسانا وبالجار الجنب إحسانا وبالصاحب بالجنب إحسانا، يعني وأحسنوا له إحسانا. إحسانا هذه مفعول مطلق، ما اكتفى أن يقول أحسنوا، أحسنوا له إحسانا مطلقا، أكثروا ما استطعتم، الكلام مطلق مفتوح. يعني أنا جاري بدي أحسن إليه بإيش؟ الكلمة الطيبة إحسان، الابتسامة إحسان، المساعدة إحسان، التعزية إحسان، المواساة إحسان، السرور معه إحسان، دلالته على الخير إحسان، أمره بالمعروف ونهي عن المنكر إحسان، تقديم هدايا له إحسان، وهكذا وهكذا. يعني وأحسن إحسانا هو مفعول مطلق. الآن قال العلماء والقرآن الكريم يقول: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال: الجار ذي القربى هو جارك وقريبك، مرات ابن عمك بيكون ساكن معكم بالبناية نفسها، مرات خالك بيكون ساكن الباب على الباب عندكم، هذا جار وذو قربى، له حق الجوار وله حق القرابة. والجار الجنب قال: هذا جارك يسكن قريبا منك لكن هو ليس من أقاربك، فله حق الجوار فقط. والصاحب بالجنب هو صاحب السفر. مهما يكن من أمر، الإسلام يدعوك إلى أن تحسن إلى هؤلاء الجوار، سواء كانوا من أقاربك أو من غير أقاربك، سواء كانوا من دينك أو من غير دينك. فالآية الجار، الجار اسم جنس محلى بأل يفيد العموم، كل الجار في ال هذه تفيد العموم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. هلأ الحديث الأول: ما زال جبريل يوصيني بالجار، معناها أن جبريل راجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة فمرة مرة فمرة مرة فمرة، وكل ذلك يوصيه بالجوار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ظننت بعد قليل سيأتي ويقول لي تقسمون له من الإرث، يعني كأنه أب أو ابن أو زوج أو زوجة أو ما شابه. معناها تقديش أهمية أن ترعى جارك. في عادة كانت في الشام موجودة ولا زالت الحمد لله، لكن نسأل الله عز وجل أن تستمر وأن تزداد، ولعلها موجودة أيضا في بلاد أخرى، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. عنا في الشام إذا سافر إنسان خارج البلد، هو وزوجه وأولاده، وبقيت داره فارغة، إنه يترك مفتاحا لداره بيد واحد من جواره، الغالب الجار الملاصق، بيقول له: يا جار الله يوفقك، نحن بهالسفرة بدنا نغيب لنا شيء 3 أشهر، الله يوفقك جوا في زريعة، إذا ممكن بس تصقينا ياهم. سبحان الله، يترك مفتاح داره بيد جاره. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه أمين من جاره ومطمئن لجاره كأمانته من نفسه. مفتاح دارك معناته فيها خصوصياتك وفيها أموالك وفيها أشياء تهمك ويهمك أن لا يطلع عليها أحد، مع هذا يعطي جاره، يقول تفضل، يقول هذا جاري كأنه نفسي، لما أنا أعطي جاري مفتاح بيتي معناته أنا جعلت جاري كنفسي. أما إذا كان إنسان يخاف من جيرانه، أما إذا كان هناك جار مؤذن جدا في البناء، أما إذا كان أهل البناء كلهم منزعجون من جار لأنه شرير، هل هذا يؤمن؟ الحديث يقول: والله لا يؤمن. يا أخوان، هناك وقفة وقف العلماء، قال: أقسم النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، والذي يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناته هذا الرجل الشرير الذي يؤذي جيرانه الله يستر يكون خرج من حظيرة الإيمان، لكن الحديث يقول: والله لا يؤمن. قال العلماء: يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، يعني إيمانه ناقص، يعني عنده معاصي لأنه يؤذي جيرانه. إنك لتعجب من جار يعطي جاره مفتاح داره إذا غاب ليعتني له بشيء في داره إن احتيج إليه، وربما غاب سنة وسنتين والمفتاح عند جاره، والجار الذي يملك المفتاح أمين ومحافظ على دار جاره كمحافظته بالضبط على داره وربما أكثر. إنك لتعجب من جار يعطي جاره مفتاح داره، وبالمقابل من جار يضع عند باب الدار بابا خشبيا ووراءه بابا حديديا وبعد حين باب حديدي آخر، ثم يقول لك: أنا أخاف، وخاصة أخاف من هذا جاري إذا غبت أن يعتدي على داري. الله أكبر، قديش في فرق بين هذا وبين هذا. الآن بإمكانك أن تشاهد رفعة الإيمان أين وضعف الإيمان أين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أقل حقوق الجوار، أقل حقوق الجوار ألا تؤذيهم. أفضل أحوالك مع جوارك أن تكرمهم. أقل شيء لا تؤذي أحدا من الجوار. لكن يا أخوان، معقول في بناء فيه عدد من الطوابق ومن الشقق، وقد توافق أهل البناء أن يدفع كل منهم مبلغا معينا في كل شهر من أجل خدمات البناء، تعلمون، يعني تنظيف الدرج ومن أجل إصلاحات الجدران وإصلاحات الكهرباء وما شابه يحتاج البناء، كل البناء يدفع إلا دار واحدة وجار واحد لا يدفع. هذا الكلام من 25 سنة لم يدفع،
والجوار لا زالوا يقولون له يا أبو فلان إن سمحت ساهم معنا، يا أبو فلان إن سمحت عليك تراكم مبلغ كذا، يا أبو فلان يا أبو فلان، ثم هو لا يجيب. حتى قال رجالات من أهل البناء يا أخي خلاص لا عد تسألوه، نحن سندفع. حتى هو إذا دخل إلى بيتي يضحك يقول لكن عرفت كيف اتخلص منهم، هنن عم يدفعوا هنن عم بينظفوا البناء. الحديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذا الجار يؤذي جيرانه. هل سمعتم يا أيها الإخوة عن بناء من طوابق مرتفعة وطوابق منخفضة، طوابق عديدة، بعد 20 سنة من السكنة في البناء لهؤلاء الجوار سكان الطوابق العليا يريدون أن يبنوا مصعداً ويضعوا مصعداً للبناء، لأن البناء ما فيه مصعد. وقد بلغ هؤلاء السكان من العمر عتية، وجاء الشباب ليجتمعوا مع لجنة البناء وقالوا إن سمحتم نحن في الأدوار العلوية نريد أن نضع مصعداً، لأن أبي صار كبيراً، لأن أمي صارت كبيرة، وأهل البناء يوافقون، طبعاً الطوابق المرتفعة يوافقون وكل منهم سيساهم بمبلغ. ويقول هؤلاء الشباب طبعاً الطابق الأول والطابق الثاني يعني أنتم لا تشاركون ولا تدفعون المال، لأن يعني لن تفيدوا من هذا المصعد شيئا، فنحن نتحمل باقي الطوابق. فيقول رجل من الطابق الأول يقول أكيد نحن ما بندفع، بس مو بس هيك، نحن لن ندعكم تضعوا مصعدا. ليش يا جار؟ أنت في الطابق الأول تخرج ب10 درجات تصل إلى بيتك، بس والله نحن في عندنا 100 درجة إلى فوق، والدي صار كبيرا، والدتي صارت كبيرة، إذا سمحت قل أعوذ بالله، أعوذ بالله أنا لا أرضى أن تضعوا مصعدا لأنكم ستشوهون شكل البناء. يا أخي منجيب كل الأبنية يعني وضعت، وهناك شركات خاصة وتجعل الطريقة تجميلية وفنية. يقول أبدا أبدا. ثم بعد هذا يقول طيب 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 على كل إذا أردتم أن تضعوا أنا سأوافق، لكن أريد منكم أن تعطوني مبلغا ماليا. الله أكبر الله أكبر، ما هذا الجار؟ هل هذا جار ممن يؤمن بالله واليوم الآخر؟ هل هذا جار من جماعة ما زال جبريل يوصيني بالجار؟ هل هذا جار والله لا يؤمن، والله لا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه؟ هل هذا مؤمن يرجى خيره؟ هل هذا صيامه لرمضان يزداد مع الأيام رتبة من الله عز وجل؟ يا أيها الإخوة، لا بأس أن يخطئ أحدنا، لا بأس أن ينسى أحدنا، لا بأس أن تزل قدم أحدنا، لا بأس أن يعني تحدث أحدنا نفسه بالشرور، لكن بعد أن تسمع مثل هذا الكلام وهذه الموعظة، نصيحة، ارجع إلى الله عز وجل ببر الخلق. إذا أحسنت إلى جوارك فأنت تحسن إلى نفسك بزيادة رتبة لك عند ربك. ما في مشكلة إذا أخطأت فيما مضى، ابدأ الآن بداية جديدة. على أن السمة العامة، الحمد لله أيها الإخوة، فيما أسمع وفيما أعلم وفيما تسمعون وتعلمون، السمة العامة أن الناس تحسن إلى بعضها البعض وتكرم بعضها البعض وتساعد بعضها البعض. نعم هذه هي السمة العامة، لكن توجد بعض الحالات الشواذ، وهو مفيد هذه الدروس من أجل أن الذاكر يتثبت من المعلومة ويحققها، والناس أن نذكرهم. كان الشاعر الجاهلي يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواها أو مثواها. قال أنا لا أؤذي جارتي، وهو جاهلي، بالنظر إليها لا أنظر إلى عوراتها، لا أنظر إلى ما ينكشف من دارهم، قال حتى تدخل إلى بيتها وتكون في مأمن من ذلك. قال الغزالي اعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى، ولا يكفي احتمال الأذى، بل لا بد من الرفق وإزداء الخير والمعروف. يعني نحن بشر، ربما أخطئ في حقك وتخطئ أنت في حقي، مهما يكن من أمر، إذا أردنا الوئام والخير أن يستمر في حياتنا فيما بيننا، إذا أخطأت في حقي أنا سأسامحك، وأنا إذا أخطأت في حقك أنت سامحني. ويقول الإمام الغزالي هذا من حق الجوار، أن نتسامح فيما بيننا وأن يحمل بعضنا خطأ الآخر. ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى، ولا يكفي احتمال الأذى، بل لا بد من الرفق وإسداء الخير والمعروف.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذاك بمؤمن، يعني ليس مؤمنا كامل الإيمان. وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته. طبعا كل هذا إذا كنت قادرا، وإذا مرض عدته، وإذا أصاب خيرا هنأته، أو أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء تحجب الريح عنه إلا بإذنه، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، وإذا اشتريت فاكهة فهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. أتدرون ما حق الجار؟ والذي نفسي بيده ما يبلغ حق الجار إلا قليلا ممن رحم الله. قال: فما زال يوصيهم بالجار حتى ظنوا أنه سيورثه. كما سمعتم أيها الإخوة، مفردات الحديث عن حق الجار وعن رعاية الجار وعن إكرام الجار مفردات كثيرة. وأحب أن أختم بسرد بعض القصص السريعة في أحوال من مضى من الخيرين مع الجوار، وهو موجود الحمد لله رب العالمين، ما زال مستمرا اليوم. ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن أسماء ابن خارجة أنه قسم مالا فنسي جارا له، فاستحيا أن يعطيه وقد بدى غيره، فدخل عليه وصب عليه المال صبا. كان لأبي حمزة السكري جار أراد أن يبيع داره، فقيل له: بكم؟ قال: بألفين ثمن الدار، وبألفين لجوار أبي حمزة. أنا جاري والله غالي جدا، 2000 حق بيتي و2000 الجوار، لمنزلة هذا الرجل وإحسانه إلى جواره. قال: خبر أبو حمزة بالمسألة، فوجه إليه أبو حمزة بعدما سمع ذلك وبلغه، وجه إليه 4000 وقال: لا تبع دارك. قال أبو داود السجستاني: إني لأغبط جيران سعيد بن عامر. قال: يعني لما يصلهم منه من ألوان الخير والبر والمعروف وحسن الجوار. خلاصة الأمر أيها الإخوة، تعالوا في أقل مراتبنا أن لا نؤذي أحدا من جيراننا، وفي أحسن مراتبنا أن نحسن إليهم ما استطعنا لذلك سبيلا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الخير لمن حولنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.